الصبايا بدي ارجع افرجيكم شلون نقلي المشبك. حمينا الزيت زيت غزير، ركزي معي بهدوء. بسم الله، انتي بتتحكمي بحجم القرص اللي بدك اياه. شايفه هدول باحلاهم؟ سر نجاح المشبك الخاص بمدام بلال فيه معلقه نشا كبيره لثلاث كاسات سمين، نص كاسه طحين، بودره الحليب 4 معالق بيصير وثلاث معالق بيصير ومعلقتين بيصير، معلقتين اكل، وبدون بودره حليب كمان بلال. بلا عندك يا جود بالموجود، ما عندك يا ما في مشكلة أبدا، أنا بستعمله كمحسن عجين. معلقة صغيرة مسطحة تبعت شاي، بيكنج باودر، معلقتين سكر. مكوناته كتير سهلة وحتى تشكيله سهل، رح يبقى مقرمش لتاني يوم ما في إشكال. حتى لا تحطي له قطر، انتي اللي بيزيد اللي بدك تاكلي غطي بالقطر، اللي ما بدك تاكلي لا تغطي بالقطر. شوفي هاللون ما اروعه، معلقه نشا كبيره يعني جبل. هاي هي معلقه الاكل، ملاني ملاني. طيب انا بدي ارجع اشكل قدامكم، ركزي معي بالمنتصف بهدوء. شوفي بقى أسهله، ما تخافي من الفشل، لو فشلتي ما في إشكال أبدا، نحن مالنا بروفيشنال. هذا هو مكبس بتيفور من هوم سنتر موجود، ساكو موجود، عند اي بياع ادوات منزلية اكيد موجود. بدي اجرب لكم اللقم كيف بينقلى، لانه البنات كتير عم بيعانوا من اللقم. على فكرة القطر المفروض يكون سميك، مو مريء كتير. انا بحط كاستين ونص سكر، كاسة ونص مي، حطي درة ملح الليمون، لا تحركي بالمعلقة نهائي للقطر بسكر، حطيه على النار قوية أول شيء، بعدين وطي النار على الوسط، بس تغير لونه أخذتي القطر المناسب، بيتم عندك 3 شهور ولا يهمك. الوصفات الموجودات كلها بالنت أكترها، ما بعرف بس أنا هيك شفت واطلعت، ما فيها نشا، وعن خبرة وعن تجربة النشا كتير له تأثير بقرشة المشبك. ومع ذلك لك حرية الاختيار. طيب هذا هو المزيج، في كتير حبوا يعرفوا شلون المزيج. هذا المزيج، هذا هو المزيج، بياكل على فكرة مع كاستين مي وبجوز كمان فنجان قهوة مي حسب استيعاب السميد والطحين. حطي شوي شوي وخلطي، شوفي ما احلى هاللون، فعلا اكله حلوه وبسيطه، فولكلور سوري، مكوناتها بمتناول الجميع. رح اشيلها، شايفه هاللون ما احلى، خلينا شوي كمان نشقرها. النار اول شيء عاليه، بعدين حطيها على الوسط. هي شلتها. بدي افرجيكي اللقم كيف بنعمله. شوفي باخذ انا هذا كفي، هذا كفي، بدي اعمل بهالطريقه. شوفي بهالطريقه، وقفي افرجيكي انا
قدر الامكان بدي ابسط لك الامور. هاي المعلقه شوفي شوفي ايش بدي اعمل. حطيت زيت، شوفي ايش بسوي، بعمل بهالطريقه وباخذ هيك وبحطها تمام برد. انا هاي كرمالك عم بعملها هيك تمام. طيب شوفي شلون برجع بعمل لك اياها. انا كثير عم بعملها بطيئه كرمالك برد. شوفي شلون كثير سهله، ما تخافي ابدا. طلعي شلون، تحطي تقدري بكيس نايلون، بس انا هلا بمناسبه المشبك انا حبيت افرجيكي هالفكره البسيطه هيك تمام. شوفي ما اسهلها، شايفه ما احلاها. هل هي انا عبيت الدنيا رح افر. بدك تعملي هيك مشان ما يصير وش اشقر ووش ماله اشقر، اعملي بهالطريقه. شوفي ما احلاهم، شايفه شلون مدورات، كثير سهلات ما تخافي ابدا. شوفي ما احلاها. بنزل لك ان شاء الله وصفتي تبعت الام بتجنن كمان. هي هي شوفي ما احلاها. طيب خلينا نشوف، هذا هو القطر اسمي، حطيتهم انا بدي ارشل لهم فستق. هدول رح احطهم في القطر وبعدين بصفيهم. هذا هو اللقم شوفي ما احلاه. خلينا نروح نشوفه. خلصوا، هذا هو مشبكنا. اهلا وسهلا فيكي صبية.